أداء وأبداء أنصار المنتخب الوطني الذين حضروا إلى ملعب بيتروسبور سخطهم الكبير على منعهم من دخول أو من الدخول لحضور التدريبات، فاتحين النار ومحملين المسؤولية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. التصريحات نتابعها مع مفد النهار إلى القاهرة بلال هرنان. والمصري يقول يا جزائري أنت ممنوع. علاش ممنوع أخوي؟ هذا الفريق الوطني الجزائري ماشي مصر. قال لي لا، المسؤول الجزائري حبسك، هو اللي منعك. قلت له علاش منعني أنايا؟ قلت له لا، جيبوا لي واحد مسؤول جزائري. يا بلادنا ندعموها مليار في الساعه اخويا، ونديبلاسيو مليار في الساعه وبدراهمنا وجيبنا ونحبوا المنتخب. يا اخو اللي يحب المنتخب يخرج من جيبه ويجي. احنا ولا تفاجئنا على كل احد، تفاجئنا بالمنع. والمشكل انه ما هضر معنا حتى واحد، ما كاش اللي جا قابلنا قال لنا بلي فوالا واش كاين، كان جا كاش مسؤول وقابلنا قال لك هذه فوالا فوالا واش كاين، قال المدرب ما بغاش ولا هذه ولا لاعب. نتقبلوا يعني بكل فرح وسرور. احنا الدعم متواصل، احنا الجيري افون تو. حراره بسخانه بصح المشكل واحد، يا المسؤولين عندكم عام اللي حكمتوا الفريق الوطني، هذا فريق وطني ما راش ديالكم، ديالك كاع تاع الشعب تاع الجزائري. حنا جينا باش نشوفوا ربع ساعه هذيك، نورمالمون اسيدي ما دخلتش ما خاش ندخل، اروح قيمونا قلنا واش كاين.